ب15 آب من كل سنة تحتفل تقريبا كل الكنائس، الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية، بذكرى انتقال مريم إلى السماء. هالعيد منلاحظ ونشوف بوين ما كان انه بينعطاله هالي، بس بجزء منه هالي غير مبررة، لانه عم بحكي عن الناحية الشعبية على الارض، لما بصير في احتفالات ما بتعكس حقيقة هالعيد ومضمون هالعيد وما بيوصل، ما بيدل عليه. ما رح احكي عن هذه الناحية، بس ما حبيت احكي عن الموضوع بدون ما امرق انه في طريقة تعبير عن العيد ما لها علاقة بالعيد. اذا العيد هو الاحتفال بانتقال مريم الى السماء او رقاد السيدة، الكنيسة البيزنطية بتقول الرقاد السيدة، والكنيسة اللاتينية بتقول انتقال العذراء إلى السماء. ومريت بينزدل بالنفس والجسد، بس أنا كنت عم تجنب أذكر هالكلمتين كرمال لأنه بصير بدي أشرحهم، لأنه في ناس تسمع بيقول كيف يعني في جسد بشري بالسماء. مش هذا الوقت حتى جاوب على الموضوع، بس تقول انه الحقيقة الروحية اللي خلف هيدا العيد كتير مهم نفهمها برسالة مربولوس الاولى الى اهل كورنثوس، لما بيحكي عن قيامة الجسد. عم نحكي عن قيامة الجسد لانه بولس بيقول شيء حتمي، انه نزرع بالفساد فنحصد، يعني ليش عم بقوله من عندي، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. هاي الحقيقة اللي صارت مع رب يسوع من بعد موته، شافوا جسده البشري محطوط بالقبر، بعدين بيظهر وبيتلاقى لأكثر من 500 أخ وأخت حسب ما بيذكر لنا الإنجيلي، وما عرفوا مريم المجدلية، ما عرفته لأنه جسده النوراني مختلف عن جسده البشري. هالجسد اللي يسوع أخده من مريم العذراء، كيف ممكن هالجسد يواجه الفساد أو يواجه حقيقة النهاية اللي بيواجهها أي جسد بشري تاني؟ إذا كنا نزرعه، إذا كان يدفن جسما بشريا يقوم جسما روحانيا. هاي الحقيقة تتطبق، مش بس كلام مربولوس برسالته الأولى لأهل كورنثوس، كمان اللي عاشوا يسوع بموته وقيامته. أولى المخلصات مثل ما صرخت مريم تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، هي أولى المخلصات بحكم عطيت من جسدها المبارك عطيته لابنه. وكيف ابنه بده يسمح ويقبل انه يلي صار جسده يكون عم بيواجه الفساد؟ هاي حقيقة، وحتى لو ما كانت مكتوبة بالكتاب بشكل مباشر، انما ما فيك تشيلها من فكرك، او ما فيك تعمل ربط بين يسوع وجسده ومريم اللي عطيته هالجسد، واللي هي بتعترف انه هو ابنها ومخلصة. هون في لوحة عيميني بهالكنيسة بتقول له وانت تقبل روحي يا ابني وإلهي. مين قدر هالقد يكون قريب بشكل مباشر؟ ولا كل الانبياء كانوا قراب من الرب اكتر من مريم يلي يسوع ولد من احشائها. اذا نحن وعم نوقف قدام حدث انتقال مريم او رقاد مريم مش موتى، نحن مكون عم نوقف قدام وعود يسوع اللي تحققت بمريم. اول شخص بيتحقق وعود يسوع فيه هو مريم، وخصوصي عدم الفساد، هو عدم الموت. الحقيقة الروحية هي بتقدر تولد بعضها، وبس اساسها دايما هو الكتاب المقدس وكلمة الله وشخص الرب يسوع بالذات. إذا تجسد يسوع عن جد، لكن أخذ جسد من مين؟ أخده من مريم. وإذا جسده تمجد، هالجسد اللي تمجد هو جسد مريم بالذات، نفس الخلايا اللي كانوا بجسد مريم هني ذاتهم خلايا جسد يسوع. هاي بعيد كتير انه الواحد يفهمها،
عقل حال كل واحد إذا بده يفهم بيقدر يسمع ويفهم ويتعلم، وإذا ما بده يفهم أو إذا ما بده يقبل مشكلته، بس اللي صار صار، واللي تحقق تحقق، ونؤمن بأنه يسوع وعد بالحياة الأبدية، وأول شخص أعطاه الحياة الأبدية هو مريم باستحقاتها كونها من البداية، من لما بشر الملك بيقول لها يا ممتلئة نعمة أيتها المنعم عليها ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. بالبشارة ظهر أنه يسوع هو المخلص، وكم بالحارة تكون أمه مخلصة وهي صرخت تبتج روحي بالله مخلصي، وبالنهاية حياتها على الأرض كمان استفادت من خلاص يسوع، وهي أول من عرف يستفيد لما قالت نعم بالبشارة، ولما عم تعبر بناء على وعود يسوع أنه من آمن بي وأن مات فسيحيا، وكل الآيات يلي نقراها بالإنجيل حول الموت والحياة. ليش مريم بدها تكون غريبة عن الأشياء اللي أنا أؤمن فيها واللي تتحقق فيه؟ كان بالحري هي بالأول تكون عم تتحقق فيها هالوعود. وليش بدي أنسى الكلمات العظيمة يلي قالتها ويلي تعطيها نعمة إذا قال الملائكة يا ممتلئة نعمة، نعمة أنه هي تكون بالملكوت نتيجة طاعتها، ها أنا أمة للرب فليكن لي بحسب قولك. وبعدين بعرسقنا الجليل لما قالت اصنعوا ما يأمركم به ولم يبقى عندهم خمر، يعني كيف دايما هي يعني الحاضرة، لأنه تعرف تفهم مع ابنها وتعرف تقله، ومنها نحن منتعلم كيف نفهم مع ابنها وكيف نصدق وعوده، لأنه تحققت بأمه في قدامنا حدا إنسان اللي هي مريم، تحققت وعود يسوع فيها. وأنا بطمن بالي برتاح أنه صارت اللي قاله يسوع تحقق، ومثل ما تحقق مريم بيتحقق فيه. إذا نرجع للاحتفال، الاحتفال هو تمجيد وتعظيم للابن يلي رفع مريم. طبعا في هون جزء من العيد هو جاي من التقاليد المسيحية اللي عشته الكنيسة الأولى وغير مكتوب هون، وفي كمان كلمة الله يلي بتولده، يعني من خلال كل اللي عشته مريم وقالته ما مش ممكن نقبل أنه ما تكون مريم هي أولى المخلصات، هي أولى الصاعدات بفعل فداء ابنها، بفعل فداء ابنها. فإذا بدنا نحتفل بهالعيد، على الأسف مرت كتير بيكون في احتفالات ما إلى علاقة بالعيد وإلى علاقة بالجسد يلي ما تمجد، يعني لما منقضيها ناكل ونشرب ونطبل ونزمر ما وصلنا بعد على الجسد الممجد، ما وصلنا بعد على القيمة، قيمة يلي صار من خلال مريم وبمريم ومع مريم يكون عم بيصير معنا كمان. يمكن هون الصعوبة انه الجسد الانسان الجسدي وقال يسوع ما بيقدر يفهم على الانسان الروحاني يلي يقاد بالروح. بتذكار انتقال مريم، يعني عدم انتظارها للدينونة وعبورة بفضل نعمة ابنها مخلصة، في رسالة لنا، في رسالة لكل الناس. بشوف كتير ناس بيحتفلوا، بس بيحتفلوا بحالهم، بيحتفلوا باللي بيريحهم وبيشبع لهم بطنهم، مش اللي بيشبع إيمانهم. من هيك رح تضل مريم علامة فارقة بتاريخ البشرية على كل الصعد، بس بالدقيقة اللي باقي معي بدي أقول رح تضل مريم علامة وصوت صارخ مثل يوحنا بحياتي وحياة الناس يلي عم بيشبعوا بطنهم وعم بيشبعوا كيانهم الترابي، مش عم بيحولوا كيانهم الترابي لكيان نوراني باتباعهم ليسوع. مريم بقيت لآخر لحظة من حياة يسوع معه حد الصليب، كرمال شو؟ لأنه لما وعدت وقالتها أنا أمة للرب بقيت للآخر. أنا شو عم بعمل؟ قديش بشبه مريم؟ قديش أنا بصدق وعود يسوع وبيعني لي الحياة معه بالحياة الأبدية مثل ما مريم شهدت قدامنا وهي مشيت قدامنا
تكون أولى الوصلات، أولى الصاعدات إلى الملكوت السماوي. عيد مبارك على كل اللي بيعرفوا يتعلموا من مريم كيف يكونوا للرب كل حياتهم وبكل حياتهم.